هاي شوجرز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا، بقالي كتير ما عملتش اي فيديوز، وبقالي كتير كنت غايبة عنكم. الناس اللي كانت متابعيني عارفين ان انا كنت تعبانة شوية، تعبانة كتير يعني. الحمد لله بقيت احسن، نشكر ربنا. كان دور صعب شوية، وميرسي لكل الناس اللي سألت عليا على الجروب تسعير، او على الجروب الشخصي بتاعي، او على الخاص. فميرسي لكم كلكم جدا، والدعم الجميل اللي كنت بلاقيه منكم بصراحة. سامحوني النهارده اذا كنت هتلاقوا صوتي فيه لسه لجلجه وفيه تعب شويه، فانا ستيل تعبانه يعني. فسامحوني النهارده، ولقيته عدم تركيز كمان، وبقالي كتير ما مسكتش ابره، وبقالي كتير ما بشتغلش، فهتلاقوا الدنيا تايهه مني خالص. سوري. فهفتكر معاكم يعني، هنفتكر سوا كده كنا بنشتغل ازاي كروشيه كده. تمام. فالنهارده قلت ابتدي معاكم ببروجكت كده لطيف، بمناسبة اضطراب الكريسماس والأعياد، والناس اللي بتحب تحتفل وبتحب الولاد الصغيرين أو الكبار يعني، حتى احنا مستنين حاجة تبسطنا يعني. فهعمل كده فكرة الترتور ده، أو الساوند هات دي، أو تنفع تتعمل آيس كاب. ففكرة لطيفة جدا، وهي سهلة قوي، مفيهاش حاجة، هي بس هي كل الشغل فيها في سطر واحد، والباقي كله عادي جدا، بنشتغل عادي. وبعد كده بنعمل تناقص 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 لحد ما بنوصل الطول اللي احنا عايزينه. فممكن نعملها ان شاء الله متر يعني، في ناس بتعملها طويلة قوي، فهنعملها بالطول اللي احنا عايزينه. فهنشوف هنشتغلها ازاي. انا هنا بس غيرت في السطر الاولاني، عملتها بليسي عادي، عملت بليسي اللي هو اشتغلت 8 غرز، وبعدين اشتغلت فيهم كلهم حشو في الباك لوب، وبعدين قفلتها. فسامحوني شويه عشان الصوف ايه معقد، وانا زي ما قلت لكم بقالي كتير ما بشتغلش، فحاسه الدنيا ايه مش عارفه اللي هو منين بيودي على فين. فهي كانت خدت دوران الراس وعملت بيه بليسي، وهشتغل معاكم، هقفلها معاكم اهو. هي هنا فكت معايا اخر سطر اهي، بشتغل كله زي ما انتم شايفين، حشو غرزه حشو في الحلقه الخلفيه، وانا همشي هقفل الاثنين على بعض كده، وبعدين هدخل من الناحية دي من هنا في اول غرزة، واخد الحلقة بتاعتي دي اهي، انا كده قفلتهم على بعض، وامشي بقى كل غرزتين قصاد بعض، اخدهم منزلق، كل غرزتين قصاد بعض اخدهم منزلق، وهكذا. ممكن تشتغلوها بطريقة عادية يعني، ممكن نبتدي بغرزة العمود عادي، او مش لازم نعمل البليسي ده يعني، بس انا بحسه بيمسك على الراس شوية. كل غرزتين قصاد بعض، حتى لو احنا مش شايفين قوي يعني، احنا بنقفل ايه بالاحساس كده. تمام. انا هنا خلصت، هرتفع سلسلتين وهقلب الايس كاب بتاعي كده البليسي ده، عشان اشتغل بقى ايه، يبقى القفله دي من جوه، وهشتغل بقى هنا فوق كل غرزه نص عمود. هي هنا المفروض دي غرزه، البارزه دي غرزه، هنا غرزه، هشتغل في كل واحده نص عمود، هخلص السطر وبرجع لكم تاني. اوكي. انا هنا خلصت السطر بتاعي كله غرز نص عمود، هبتدي بقى من هنا ادخل اللون التاني. هي هتبقى 5 سطور احمر و5 سطور باللون الابيض. فانا هنا خلصت اول سطر، انا عملته ابيض عشان يبقى ايه، عشان مشبوك في البليسي، فما يبقاش باين ان فيه لخبطه في الالوان من هنا يعني. تمام. عشان سطر البليسي ده بالذات ما بيبقاش ايه، الغرز فيه شكلها يعني منمق قوي، بصوا شايفين بتبقى عامله ازاي، فاللخفانه دي لو اتعملت بلون تاني مش هتبان قوي. فانا هدخل في تاني سلسلة في الارتفاع بتاعي اهي، هدخل فيها وهسحب اللون الاحمر اهي، همسكها كده واسحب اللون الاحمر من الحلقتين، واشد الابيض اللي تحت عشان يقفل الغرز عليه، وبعدين ارتفع سلسلتين، وبعدين هسيب الابيض ورا، مش هشتغل عليه. تمام. هسيبه ورا اهو، اهو لا هقطعه ولا هشتغل عليه. تمام كده. وهشتغل
هاخد بس اللي هو الديل بتاع الاحمر ده اشتغل عليه تحت، واشتغل في كل غرزة نص عمود، غرزة نص عمود داير ما يدور. تمام كده اهو، انا واخده الاحمر بس شغاله عليه اهي، في كل غرزة نص عمود، غرزة نص عمود، والابيض معايا ورا اهو. تمام باين كده الابيض اهو ورا، مش هشتغل عليه خالص، هشتغل في كل غرزة نص عمود نص عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر، وهعمل السطر اللي وراه كمان نص عمود. تمام كده مفيهاش اي حاجة، هشتغل نص عمود لحد ما اوصل لنهاية السطر وارتفع واعمل نص عمود تاني، وهجيلكوا بقى في السطر التالت. تمام انا هنا خلصت السطرين تمام باللون الاحمر، وهبتدي بقى السطر التالت اللي هبتدي فيه الشغل. ليه السطر التالت هعمله بغرزة، انا هنا شغالة كله بغرزة النص عمود، السطر التالت هعمله بغرزة الحشو. ليه هعمله بغرزة الحشو؟ عشان انا هاخد الخيط الابيض اشتغله تحتيه زي التابستري كده، فعشان ما يبانش لو عملته نص عمود وخدته تحتيه هيبقى الارتفاع كبير، فالسطر ممكن يبان. هما هنا في الايس كام ده عاملينها كلها غرزة الحشو، يعني هي هنا كلها غرزة حشو، فلا انا هعملها عشان ننجزها اسرع، يعني تبقى اسرع معانا، واحنا بما ان الشغل كله في السطر اللي هو فيه البابل ده، فمش محتاجين ان احنا نعملها كلها حشو، يعني هو السطر ده بس اللي احنا نعمله حشو، فعشان ننجز وقت معانا وتطلع سهلة وسريعة، فانا عملتها كلها بغرزة النص عمود. ممكن تعملوها عمود على فكرة كمان، مش هيبقى فيها مشكلة. انا باجي بقفل السطر هنا، بدخل في الحلقة التانية اللي انا عاملاها ارتفاع، وباخد عامل منزلقة، وهنا هرتفع سلسلة واحدة بس، وهسحب الخيط الابيض. خلي بالكم دي اللي هي الديل اللي كان زيادة معايا مش محتاجاه، ممكن هقصه بعد كده. هطلع الابيض كده اللي هو اللي انا بشتغل بيه اهو، وهجيبه. انا مش هشتغل بيه خالص دلوقتي، انا هدخل في كل غرزة غرزة حشو بالاحمر برضو، بس اخد بالي ان الابيض همشي عليه اهو، هحطه كده قدامي، ادي غرزة حشو، وهدخل في اللي بعدها غرزة حشو اهو، الابيض اهو معايا، وهشده كده عشان ايه اهي، بصوا طالع من تحت اهو لفوق، هيبقى كل الابيض كده، هاخده من تحت لفوق. تمام ادي الغرزة الرابعة، انا عديتهم طالعين تقريبا 70 غرزة، فممكن هشتغلها يعني غرزة البابل كل خامس غرزة. تمام فأنا هنا هشتغل الغرزة الخامسة اهي، بعد الغرزة الخامسة هشتغل غرزة حشو عادي خالص اهي، 1 2 3 4، لا الغرزة اللي قبلها هفك دي، انا كده عملت 4 غرز حشو، يبقى انا في الخامسة هعمل البابل. انا هنا هرجع الخيط الاحمر لورا، وهاخد لفة كده بالابيض واطلعها من الحلقة الاحمر، وشد الاحمر لتحت، وهدخل اعمل بقى غرزة البابل بتاعتي، هاخد لفة على الخيط واطلع، وهاخد لفة تاني واطلع، ولفة تالت واطلع، ولفة رابع واطلع، ولفة خامس واطلع، واسحب من كله واسيب 2، واسحب من اخر 2، وبعد كده هرجع الابيض لورا، واخد الحلقة بتاعتي اهي، وارجع تاني اخد انيم الابيض على السطر، واخد غرزة حشو، وهو ابرز البابل بتاعتي لبرا كده اهي. بص شكلها حلو ازاي، هنعيدها تاني. ادي هنا اول غرزة حشو والابيض معايا برضه اهو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، رابع غرزة حشو، بعدين هشتغل الخمسة، هرجع الخيط الأحمر لورا، وهسحب الأبيض أهو، هطلعه من الحلقة بقى، هو اللي معايا الأبيض اللي على الإبر، وهدخل هاخد لف، وهدخل في الغرزة اللي بعدها، وأسحب وأشد، وأسحب تاني 2 3 4 5، واطلع من كله
واسيب اخر اتنين واخدهم كده، وبعدين ارجع اخد الاحمر معايا واشد برضو الابيض. هنعيدها تاني. اهي انا بزقها كده لبر، واحد. كل ده انا شغالة السطر ده، انا واخدة الابيض معايا. تلاتة اربعة. اهي بصوا ابتدت تبان ازاي. اهي انا خلصت، هبتدي اعمل غرزة البابل. هاخد الحلقة اسحبها كده واشد واخد لفة وادخل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، واسحب من كله واخد لفة كده، وارجع اخد تاني الاحمر واشد الابيض. اهي كل ده وانا الابيض ماشي معايا. اهي واحد اتنين تلاتة أربعة، وبدل الخيط. هاخد الأبيض معايا اهو وشد عشان يشد معايا الغرزة، تبقى هي دي اللي معايا على الإبرة. أنا لغيت التانية خلاص، وأدخل أعمل البابل. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، واسحب من كله ويتبقى اتنين بس على الإبرة، فتلتين حلقتين يعني على الإبرة اخدهم، وبعدين اخد لفة واخد الأحمر واشد وارجع تاني اكمل، وهكذا لحد نهاية السطر. هخلص السطر وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت السطر كله اهو وقفلت. اهي بصوا شكلها عامل ازاي. اهي انا عديت عشان يبقى المسافات قد بعضها. انا هنا خلصت، هرجع بقى الخيط الابيض بتاعي ورا، مش عايزاه تاني دلوقتي، وهشتغل اهو الابيض بتاعي ورا خالص اهو مش محتاجاه، وهرتفع سلسلتين وهرجع اشتغل تاني في كل غرزة حشو من اللي تحت وغرزة نص عمود اهو. تمام. وباجي هنا عند غرزة البابل اللي انا عملتها، اهي بدخل فيها واخد غرزة نص عمود اهي في اللي وراها، اهي غرزة نص عمود. اهي بص بنت ازاي من جوه اهي، وهكمل كده اهي. اهي بدخل فيها اهو وباخد غرزة نص عمود، وفي اللي وراها اهي نص عمود. شفتوا غرزة البابل برزت معايا ازاي؟ هعمل هخلص السطر ده نص عمود، والسطر اللي وراه كمان نص عمود، يبقى انا كده خلصت الخمس سطور الاحمر بتاعي. هشتغل بقى بنفس الطريقة كده. انا ممكن اكتفي باربعة يعني، عشان فتلة الاحمر معايا اتقل من الابيض شوية، ممكن اكتفي باربعة احمر وخمسة ابيض. الابيض ما فيهوش، مش هيتعمل فيه غرزة. ولو حابين تعكسوا نعمل في الابيض برضو بابلز بالاحمر ممكن بنفس الطريقة. انا هرتفع بقى الارتفاع اللي انا عايزاه بالطول اللي انا عايزاه، وبعد كده نبتدي نعمل بقى ايه تناقص عشان تدينا شكل الطرطور. فانا هشتغل مع يعني هشتغل انا لوحدي الجزء ده كده لحد هنا مثلا، وبعد كده هبتدي اوريكم التناقص بيبقى شكله ايه. انتوا بقى احرار في الطريقه، يعني في طولها عايزين تعملوها بس كده ايس كاب عاديه سلاشي مثلا، يعني هرتفع لحد الطول اللي انا عايزاه وبعد كده هلمها من فوق. انا هوريكم برضو الطول يعني تقفوا لحد فين. فممكن تبقى ايس كاب سلاشي عاديه خالص بس بالغرزه دي شكلها حلو، مش لازم تبقى الطرطور يعني. ممكن تبقى تطولوا الطرطور قوي، ممكن تخلوه قصير. فانا هخلص الجزء الاحمر وبعدين ادخل في الابيض واوريه لكم برده شكله ايه. اوكي انا هنا خلصت كل السطور الاحمر تمام. هبتدي بقى في الابيض.
فأنا هنا بدخل في تاني حلقة بتاعة الارتفاع بتاعتنا اهي، هدخل فيها كده. بدل ما هدخل بالاسحب الاحمر واعمل بيه منزلقة، لا هاخد الابيض بتاعي اللي هو كان ورا اهو، هشده واعمل بيه منزلقة، واشد الاحمر قوي كده يبقى تايت كده يعني مشدود قوي، وارتفع سلسلتين واسيب الاحمر لورا اهو، هسيبه لورا مش هشتغل عليه. وبعدين هعمل في كل غرزة نص عمود اهي، في كل غرزة نص عمود نص عمود، ممكن اشتغلها عمود زي ما قلت لكم، اللي عايز يشتغلها حشو طبعا هو حر يعني براحته، تمام. فانا هشتغل في كل غرزة نص عمود نص عمود، وهكمل لغاية فوق. هرتفع تقريبا 20 سنتي، يعني انا هطلع حوالي 20 سنتي، وانا هبتدي اعمل بعد كده التناقص. فال20 سنتي دول هيطلعوا معايا زي ما يطلعوا، يعني انا هعمل هنا 5 سطور ابيض، انا هنا شغالة 5 سطور احمر، انا بس ب ب ب يعني بزق كده البابل عشان تبان. هشتغل 5 سطور احمر وخمسة ابيض، اللي عايز يشتغلها 4 و4 هو حر يعني براحتكم، يعني الموضوع فيه حرية جامدة جدا. فانا هشتغل لحد تقريبا 20 سنتي، بحيث ان انا اوريكم لو 20 سنتي هقدر المها تبقى ايس كاب عادية، تمام. انا هطولها تبقى الطرطور، بقى هوريكم بقى طريقة التناقص شكلها ايه. فانا هخلص انا بقى دي ولحد 20 سنتي وبعدين اوريها لكم. اوكي، انا هنا وصلت الارتفاع مناسب جدا، يعني انا قستها لقيتها يعني حلوة راكبة على الراس كده وحلوة، فانا ممكن اكتفي بكده. لو انا عايزة اعملها ايس كاب عادي خالص وحاجي من جوه بإبرة التنظيف بتاعتنا ولمها كده كشكش، يعني ألمها كده مع بعضها فتبقى ايس كاب عادي خالص، تمام. فممكن اعملها بأي لون، فكده هي ايس كاب معايا عادي جدا. انا دلوقتي عايزة اعملها بقى الطرطور بتاع بابا نويل، يعني انزل اطلع على مدبب كده على بوزة كده. انا هنا ابتديت اهي، يعني عملت اول سطر تناقص بس ايه نسيت اوريها لكم، فهعملها معاكم تاني. انا هعمل بقى في كل سطر هنقص غرزتين، تمام، بحيث انها تطلع معايا مريحه، يعني ايه تقل بالراحه مش تقل مره واحده، يا دوبك غرزتين غرزتين كل سطر غرزتين، ما عدا طبعا السطر اللي فيه غرزه البابل، يعني السطر اللي فيه غرزه البابل مش حاجه ناحيته خالص، هعمله عادي جدا كاني زي ما بشتغل، بس عدد البابلز هيقل لان احنا بنقلل، تمام. ف يعني ممكن بقى ما نمشيش بالعدد ونظبط بقى المسافه، يعني هنا هما جايين كل واحده فوق التانيه اهي، ممكن بقى تيجي بعد كده واحده هنا واحده هنا، هتبتدي تقل معايا المسافات، تمام كده. هنا هي مطت شويه عشان انا قستها، ف ما فيهاش حاجه، يعني هي مجرد ما هتتقاس وتتشد هتبقى قطعه مستقيمه يعني. هوريكم بقى التناقص هنعمله ازاي. انا هنا ارتفعت سلسلتين، انا هعمل التناقص في اول غرزة في السطر، تمام. انا هاخد هنا هدخل كده ومش يعني ثانية واحدة تانية، هلف وادخل واطلع وادخل في اللي جنبها واسحب واسحب الاتنين مع بعض، واجي في اللي جنبها واسحب واعمل غرزة نص عمود عادية خالص. بقى انا كده عملت ايه تناقص، هوريها لكم تاني. انا بدخل في الغرزة دي وبطلع، وبدخل في اللي وراها وبطلع، وبسحب كله من على الابرة، تمام كده. انا كده عملت 2 تناقص، هكمل بقى بقية السطر عادي خالص، واكمل السطر اللي وراه برضو هعمل بنفس الطريقة 2 تناقص في السطر، وهفضل اكمل كده لغاية نهاية الطاقية. ممكن اجي في مرحلة هي هتبتدي تنقص معايا كده كده واحدة بواحدة، ممكن اجي في الاخر لو انا عايزة مثلا اعمل كذا دور ثبات ما اعملش فيهم تناقص، يعني مش شرط اعمل كل الادوار تناقص، انتوا وانتوا شغالين فيها هتشوفوها على الطبيعة شكلها ايه. انا هخلص السطر ده وارجع لكم وخلص السطر اللي وراه ونشوف غرزة البابل تاني مع بعض. مش عايز بس اطول عليكم الفيديو، بس انا عايزه اوريها لكم يعني ايه، عشان ترجع ناس تقولي ما احناش
الفيديو فيه حاجات ناقصه ومفيش مكمله، فانا عايزه اوريهولكو على الطبيعي. فانا هخلص السطر ده كده بسرعه والسطر اللي بعده كمان واعمل التناقص واجيلكم. انا هنا اشتغلت السطر اهو اللي انا شغاله فيه. بص انا لميت شويه اهي، هوريكم تاني غرزه البابل. انا اشتغلت برضو 4 و5، يعني 4 غرز حشو وفي الخمسه عملت غرزه بابل. ادي هنا التانيه اهي، التالته، الرابعه، وبعدين هسحب خيط الابيض، وبعدين هدخل هاخد لفه وادخل في الغرزه اللي تحتها واطلع اشد مره، 2 3 4 5، واسحب، نسيت فتله اهي، وبعدين اسحب تاني مرتين، وبعدين اسحب الاحمر واشد الابيض وادخل عامل حشو اللي جنبها. تمام، 1 2، خلي بالكم ان احنا بنمشي على الخيط في السطر ده بالذات، بنمشي على الخيط. هخلص وارجع لكم تاني. يعني بس هقول لكم على حاجه هنا عشان انا ما خدتش بالي منها وانا بعمل التناقص. وانا بعمله بعمل تناقص مره هنا في بدايه السطر ومره هنا في نهايه، يعني في الجنب التاني، عشان ايه يعني ما تقلش، ما يديناش الكيرف ده عشان انا ما خدتش بالي منها. فهنبتدي ننقص 2 من هنا و2 من هنا لحد بقى ما نطلع، هتبتدي تقل معانا. بصوا هي ابتدت اهي تقل معانا خالص اهي. هخلص كده وارجع لكم تاني. بصوا هي عملت ازاي معايا اهي، انتوا شايفين من تحت اهي، انا طبقتها على تحت اهي. بصوا شكلها ازاي. انا هنا شايف ان انا محتاجاها اطول من كده، تمام. فانا هكتفي بالتناقص اللي انا عملته لغايه دلوقتي، وهعمل بعد كده سطور ثابت. يعني ايه سطور ثابت؟ يعني هشتغل زي ما كنت شغاله في الاول خالص، تمام. هشتغل شويه مثلا قد 10 سنتي كده، اني اكمل مثلا. انا هنا اشتغلت، معلش بقى على الهزات اللي عماله تحصل دي، اشتغلت هنا 3، هكمل 5، الخمسه بتوعي اللي هم الابيض هشتغلهم نص عمود برضو بس من غير ما نقص، تمام. وهشتغل الاحمر بتاعي برضو من غير ما اعمل تناقصات، بحيث انها تطول معايا شويه، انا عايزاها تبقى طويله، تمام. فهطولها شويه وبعد كده ابتدي انقص بقى بحيث انها تتلم معايا، تمام. هخلصها واوريها لكم اهي. يعني سطور ثابته اهي، سوري، يعني هشتغل. انا كنت هنا بنقص، انا هنا مش هنقص حاجه خالص، هشتغل عادي جدا زي ما كنت بشتغل في الاول، فوق كل عمود، فوق كل نص عمود، سوري يعني، تمام. وفي والسطر اللي فيه البابلز بتاعتي هعمله بابلز عادي برضو زي ما انا كنت ماشيه. بصوا هي ابتدت تبان معايا خالص اهي. خلي بالكم عند الاحمر بيبقى زايد شويه معايا لانه الخيط اتخن، فا اهي ابتدت تنقص معايا اهي كده، ارتفاعها تقريبا 40 سنتي. فانا هبتدي بقى انقص في كل سطر غرزتين، تمام. يعني بس انا هاخدهم بقى مره من هنا ومره من هنا، فهوريكوا ازاي. انا هشتغل عادي هنا اهو نص عمود، ده السطر الخامس بتاعي، وهاجي هنا اخد غرزتين اهو كده كده، يبقى دي عندي غرزة واحدة. ولما اوصل الناحية التانية هعمل بنفس الطريقة، تمام. الناحية اللي هي الجنب دي، وهبتدي بقى طول ما انا طالعة انقص 2 باتنين باتنين لحد ما تديني البوزة، واشتغل يعني لحد ما تديني قطر معين. هوريها لكم برضو، يعني مش هتنقص، مش هتديني بوزة مدببة قوي، لا يعني هتنقص كده مثلا، يعني ممكن على نهاية الابيض هتبقى بين. هخلصها برضو وارجع لكم اوريها لكم. بصوا انا هنا شغالة تناقص اهو زي ما انتم شايفين اهو لحد فوق اهو. بصوا بقت عاملة ازاي معايا مدببة ازاي. انا بنقص كل سطر غرزتين، يعني بنقص واحده من هنا وواحده من هنا. فشوفوا طلع عامله ازاي معايا. هنا انا في اخر سطر في الابيض هعمله من غير تناقص خالص، تمام.
هعمله ثبات، سطر ثبات. ثبات يعني ما فيهوش لا تزايد ولا تناقص، عادي نص عمود في نص عمود. وبعد كده هكمل بقى الخمس سطور احمر عشان يديني برضو ارتفاع زيادة. وبعد كده هقفلها بقى بإبرة التنظيف واحط لها كورة فرو، هفنش واوريها لكم في الاخر هتبقى شكلها ازاي. انا هنا خلصت الخيط الابيض خالص فقطعته خلاص، بقى كده الابيض معايا انتهى بقى من جوه اهي، ما عادش فيه. انا شغاله بيه من اول من تحت لغايه فوق، فماشيه كلها وصلت. لما اقلبها هوريها لكم. هشتغل برضو خمس سطور ما فيهمش تناقص باللون الاحمر، وتبقى دي اخر شغل عندي في الطاقيه بتاعتي. وكده بقى طويله، وشوف طويله طولها عامل ازاي. اخر حاجه احنا كده خلصنا، وده انا بسميه الفان بارت، يعني الجزء الممتع في الموضوع. انا هنا قلبتها على ظهرها عشان تشوفوا شكلها، شوفوا شكل الخيط اللي هو طالع معايا عامل ازاي، اهو طالع بالشكل ده اهو كده. وعملت الكورة الجميلة دي، انا بحب الحاجات دي جدا يعني. سوري. فانا هعديها من هنا من تحت واشدها من الطرف ده اهي، صح عشان ما اجلبها ما تبقاش غلط. تمام، اشدها بس كده. المفروض ان احنا بقى هنقفل الجزء ده، وهنقفل بقى عليها هنشدها. انا هنا سبت وانا بقطع الخيط الاحمر سبت فيه فتلة طويلة شوية، وركبت فيها ابرة التنظيف علشان اخيط بيها الجزء اللي تحت. بصوا شايفين انا سايبة فيها مسافة ازاي، فهدخل بقى كده خياطة عادية خالص. شدت معايا ازاي، اتشدت بقى اهي. انا عايزة بقى اعمل، بصوا هدخل كده من جوه الكورة اهي واشد. المفروض ان انا هقص كل الكلام ده، بس ايه اما يعني اثبتها الاول. هرجع تاني ادخل من هنا واشد، تمام. وهدخل من الناحية التانية كده واشد، وافضل كده امشي عليها وامشي على الخيط اللي انا ايه اللي انا سايباه ده. ابتدي بقى اعمل ايه زي عقدة كده، بقفل عليها كويس قوي. بفضل بقى رايحة جاية كده لحد ما ايه يعني ازهق بقى. تمام، انا كده خلصت فايق اوي، نزلت بسرعة. هسيب بس فيها حتة كده وهقطع لوحده اهو، و فوالا اهي. سايبه فيها فتله اهي، حاجه فاني كده ولذيذه للولاد الصغننين يحبوها. اللي عندهم اذا كان عندهم حفلات للمدرسه، اذا كان عندهم، مفيش مدرسه طبعا معظمنا قاعد في البيت، بس يعني في بعض الناس بتحتفل وكده. ف تجيب لكم فكره صغننه كده النهارده وبسيطه، يا رب ما اكونش دوشتكم وزهقتكم معايا، واستحملوني لو في اي اخطاء في الفيديو. و اشوفكم مره تانية ان شاء الله. باي باي.